السلام عليكم، نهاركم مبروك، نهاركم مزيان، إن شاء الله تكونوا لاباس بصحتكم وهانيين، نتوما الأحباب، العائلة، الفاميليا، الوالدين، سيرتو الوالدين، ربي يفتح عليكم وربي يوفقكم إن شاء الله. عندي ميساج اليوم نهديه لبنات الجزائر، ربي يحفظهم، ربي يرعاهم، ربي يسترهم، ربي يحقق لهم الأماني، ربي يرزقهم بزوج صالح اللي ما عندهاش الزوج، ربي يرزقها ذرية صالحة اللي مازال ما رزقهاش، ربي ذرية صالحة. المهم ربي يهنيكم وينعم عليكم الصحة والهنا. الرسالة هذه للبنات المتبرجات العاهرات، سمحوا لي على العبارة هذه ما نكثروش بزاف، نقولوا البنات المتبرجات. البنات المتبرجات لم يخرجوا للشارع متبرجات عاهرات مزينات، اللي راهم لابسين ويلبسوا لباس فاضح مثل سراويل الفيزو الميني عفاش كيما هادوك، ما ندخلوش في التفاصيل، لانه جميع فتاة متبرجة تعرف روحها واش راهي تلبس، الطريقة اللي راهي تسير بها، وين راهي تروح، واش راهي دير، واللباس اللي راهي تلبس، لمن راهي تلبس، اسكو راهي تلبس لنفسها، راهي تلبس الناس، اسكو باش ترضي نفسها، ولا ترضي ناس، ولا ترضي ربي سبحانه، ولا ترضي والديها. البنات هادو اللي راهم يتبرجوا ما فهمناش النية تاعهم، المبتغى تاعهم، واش راهم يحبوا، واش راهم يحوسوا. يا بنات اكم في خياتي، انا راني كي خوكم ننصحكم في وجه الله، الدنيا هذه فانية وما ندوم على والو، ندوم على غير الفعل. يليق الانسان رانا ضيف عند ربي، الانسان يخلي بلاصتو نقية، يعبد ربي، يقرا كتاب ربي، يصلي صلاته، ويعطي حق ربي، ويمشي في الطريق اللي قالوا عليها ربي. مي باش نفوتو انو نمشو في الطريق العوجة، والانسان يدير رايو ويمشي كيما يحب، ويسير كيما يحب، ويلبس كيما يحب، ويهضر واش يحب. الانسان كيما نقولو ربي ماهوش راضي علينا، ربي هو غير يسخط فينا، ربي راهو غاضب علينا او يبلي فينا بالزلازل بالكوارث بسببكم نتوما يا نساء يا بنات الجزائر. سمحوا لي على العبارة هذه، أنا اليوم ما جيتش نلومكم، ما جيتش باش ننتقدكم ولا نسبكم ولا نشتمكم، جيت اليوم أخ لأخته ننصحكم في وجه الله. حبيتوا تنجحوا في الدنيا هذه، حبيتوا ربي يفتح عليكم دنيا وآخرة، حبيتوا ربي يحقق لكم الأماني، واش ديروا؟ لبسوا الحجاب الشرعي، ما قلتلكمش النقاب اللي باش تخطي به وجه، حجاب شرعي مسطورة من التحت للفوق، باش الإنسان ما كان لي يخلط فيك، ما كان لي يقيسك سواء بالقول ولا الفعل. انا بالنسبه ليا الاخت الكريمه انتي الاخت، انتي اللي راكي تحرشي بالرجال، ماشي الجرام يحرشو، انتي راكي تحرشي بالرجال باللباس الفاضح. لو كان جيتي بنت مصونه ذو اخلاق متحجبه طاهره، ما كاش لي يخلط فيك. مي مادام جيتي متبرجه، انتي راكي تعاكسي في الرجال، وانتي اللي راكي تحوسي على البلا والمشاكل من الله. توبوا لربي، لانه كما قلت لكم رانا ضياف في الدنيا هذه. اليوم ما تدريش كيما راكي تسمعي فيا وكيما راكي دوك تسمعي فيا، ما دير اسكو بعد منا على ساعه ساعتين نهار يومين شهر عام تلحق ساعتك. قلت لكم الدنيا رانا ضياف، الساعه جايه جايه، كيفاش راه كيفاش تقابلي ربي؟ اسكو تقابلي ربي بسوء الخاتمه ولا حسن الخاتمه؟ حنا الجنه ما نتمناوها والنار كاع ما نتمناوها، نتمناو حسن الخاتمة وما نتمناوش لأرواحنا سوء الخاتمة. مي باش تكون حسن الخاتمة ونتمناو ونربحو الجنة، يليق الإنسان يمشي في طريق الساعة. لبسي حجابك، الذكر يا ربي، قاري كتاب ربي، صلي، عبدي ربي، طيعي والديك، تدي العاوي الخير مع والديك، ومن بعد ربي يرزقك بزوج صالح، ذرية صالحة، تكوني هانية، ينعم عليك الصحة، ينعم عليك الهنا، وتكوني راضية هانية، يرضى عليك ربي، يرضى عليك والديك، يرضى عليك الناس، واش يكون المصير تاعك؟ الفوز بالجنة. ملف تبقيتو متبرجات، عاهرات، فاسقات، صدقوني بالله غير سوء الخاتمة راهي جايتكم في الطريق، والعذاب لو يسنى فيكم عند ربي غير عذاب جهنم، وهذا الشيء ما نتمناوهش ليا وليك ولأي إنسان ولأي مسلم. نتمناو كاع لارواحنا الجنة، نتمناو كاع لارواحنا الخير. حنا الشباب، كاين الشباب اللي عنده نفس خفيفة
وكيف تشوف في البنت يخلص فيها صواب للقول والفعل الشيء هذاك ما نتمناه. واش اللي خنتي تقفي مع نفسك تحترمي نفسك باش الناس تحترمك وراسك يبقى مرفوع وتشرفي والديك وتشرفي العائلة وتشرفي البنت الجزائرية. خلي بلاصتك نقية، خلي راسك مرفوع، خلي كيما نقولوا قيمتك تكون عالية، تكونك انت هي البنت الجزائرية الجوهرة الجزائرية عند الشباب الجزائري. حنا عندنا بناتنا بنات الجزائر بنات فاميلنا محضرين مربيين ذو أخلاق. صح المظاهر خداعة، تشوف بنت متبرجة مي في قلبها بيض، وتشوف بنت متحجبة والعكس صحيح. يليق الإنسان يصبر نفسه، يحاسب نفسه، كما نقول يصفي نيته مع ربي ومع العباد، وإن شاء الله ننجحوا في الدنيا وننالوا الآخرة ويرضى علينا ربي كما قلتلكم. والإنسان يعيش في أمن في سلام في طمأنينة، يكون الإحترام متبادل بيني وبينك. أنت راكي أختي سواء تكوني كبيرة ولا صغيرة، أنا أخوك مع عند ربي نصحتك في وجه الله، تقبلي النصيحة تاعي. إذا كان كلامي عجبك اللهم بارك، وإذا كان كلامي ما عجبكش انتقديني قولي خويا راهي غلط ما على باليش. الحجاب لبسيه كيما قلت لك، روحي سقسي الناس اللي لابسين حجاب، سقسي ناس كبار مثقفين واعيين. والدي قال راني حابة نلبس الحجاب باش نروح للجنة. مي إذا كان لقيتي متبرجة كيما قلت لك الله راه يتسنى فيك، والشي هذاك والله ما نتمناه لكم ما نتمناه لأي مسلم. نتمنى لك الجنة، مي باش تروحي للجنة إلي اختروحي ربي متحجبة طاهرة عفيفة ومصطفى. يا بنات الجزائر ربي يستركم، ربي يحفظكم، ربي يرعاكم، ربي يطول في عمركم، ربي يهنيكم ان شاء الله، ربي يرزقكم زوج صالح وذرية صالحة، وفقكم الله وفقني الله. وكما نقول لك تهلاو في والديكم، ما كاش كيما الوالدين، كيف يرضاو عليكم والديك يرضى عليكم ربي، لأن الوالدين راهي النجمة اللؤلؤة الشمعة اللي تضويكم بحياتكم. وانتم ثاني تهلاو في والديكم وقوموا بهم وعاونوهم وستروهم باش تديو دعاويهم. إذا كتفو تديو دعاوي والديكم تنجحو في الدنيا والآخرة إن شاء الله. بنات الجزائر بنات الفاميليا ربي يحفظكم إن شاء الله وربي يسر. والشباب الجزائري إن شاء الله ربي يريحكم في البنت الفاميليا اللي تكون متحجبة وماصونة وطاهرة وعفيفة، وربي يوفق الجميع إن شاء الله. تقبلوا احتراماتي وتقديراتي من طرف أخوكم بلال شيكو الجزائري، وفقني الله وفقكم الله، دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام.